تعالوا نروح قبل ما نتكلم عن ماتش النهارده، نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الاقامه ونشوف اخر مستجدات عنده ايه. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق بيراميدز في الجوله 27 للدوري المصري الممتاز. سريعا، النادي الاهلي اغلق الملف الافريقي بعد الصعود الى الدور النهائي مواجهه فريق كايزر تشيفز، بيعود للاجواء المحليه بعد غياب دام لاكثر من 50 يوم منذ اخر مباراه خاضها النادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز، كانت امام الزمالك يوم 10 مايو في المباراة القمة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. النادي الأهلي خلاص يعني طوى صفحة الملف الإفريقي بعد الصعود للدور النهائي ومواجهة فريق كايزر تشيفز. دخل في الأجواء المحلية مستر بيتسو موسيماني، عقد جلسات مع اللاعبين لضرورة استغلال هذه الفترة ويعني تحقيق الانتصار في المباراة المؤجلة للنادي الأهلي. النادي الأهلي مؤجل له 8 لقاءات النهاردة، يعني الفريق أو كواليس يوم فريق النادي الأهلي تناول اللاعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا، ثم وجبة الغداء كانت تمام الساعة 3:30 عصرا. مستر بيتسو موسيماني عقد المحاضرة الفنية مع اللاعبين كانت تمام الساعة 5:30. طبعا مستر بيتسو موسيماني خلال الفترة اللي فاتت اتفرج على أكثر من مباراة لفريق بيراميدز، تابع يعني المباراة البيراميدز مباراتين أمام الرجاء في مباراة الذهاب والإياب لفريق بيراميدز وخروجه من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وقف على بعض مفاتيح اللعب بفريق البيراميدز. طبعا فريق بيراميدز بعد تغيير القيادة الفنية برحيل اروى بارينا وقياده تكيس جونياس، اكيد امور مستر بيتسو موسيماني عامل لها حساب. النهارده كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي موجود في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ان هو طبعا وجود الكابتن الخطيب في كل اغلب المباريات في الفتره الاخيره بيوصل رسائل كتير جدا للاعبين، كان حريص ان هو يعني يحفز اللاعبين ويلتقي باللاعبين والجهاز الفني، يبعث للاعبين رسائل مهمه جدا وبتوصل للاعبين، وقيمه الكابتن الخطيب انها تكون موجوده دايما في اغلب الظروف بتدي دفعه معنويه قويه جدا للاعبي النادي الاهلي. طبعا المباراه مقرر اقامته على استاد الاهلي والسلام، ولجنه الحكام او الاتحاد المصري اعلن بطاقم تحكيم بقياده محمد عادل حكم الساحه، يعاونه احمد توفيق طلب مساعد اول والمساعد الثاني سمير جمال، الحكم الرابع محمود بسيوني، 2 على تقنيه الفيديو هو الحكم مبروك نبيل ومصطفى الشهدي. النهارده شفنا حاله التركيز عند اللاعبين، الجلسات الثنائيه لما بين اللاعبين، الجميع عارف اهميه هذا اللقاء، لاعبي النادي الاهلي الكبار سواء محمد الشناوي ورامي ربيعه، اللعيبه بتتكلم مع بعض، سعد سمير طبعا عارفين اهميه هذا اللقاء بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه لمشوارهم في درع الدوري وضروره تحقيق الانتصار. طبعا تحرك فريق النادي الاهلي لملعب اللقاء هيكون في تمام 7 ان شاء الله، كل التوفيق كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء وتحقيق 3 نقاط ان شاء الله يضافوا لرصيد النادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، وزي ما شفتم حضراتكم معانا الكابتن الخطيب متواجد على طول، علشان كان في ناس بتقول لك ايه اصل هو بيروح الماتشات الهامه بس، الماتشات الافريقيه بس، البطولات اهو الكابتن الخطيب في ماتش محلي في ماتش دوري، هو ماتش مهم ولكن الكابتن الخطيب متواجد مع فرقه